السعادة، عائلة الفقيه العزيز، حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور عبد العزيز الدويجري مدير عام منظمة إيسيسكو على مبادرته الكريمة لإقامة هذا الحفل التأميني لأحد رجالات المغرب الأحداث الأستاذ عبد الهادي مطالب رحمه الله. هذا السياسي المتميز ورجل الدولة المحنك الذي خبر دهانيز السياسة ومعارجات السلطة ومنقلباتها على امتداد نصف قرن، وهو أيضا الأديب المفكر الألمعي الذي لا يشق له غبار، وأستاذي وأستاذ المغاربة القطر الذين نهلوا من علمه الغزير ومعرفته الواسعة أثناء تدريسه في كليتي الحقوق بالرباط والدار البيضاء. واسمحوا لي أيضا أن أتحدث هنا عن جانب مهني سلف ربطني بالراحل الكبير، تجسد في إنجاز مذكراته التي نشرت في جريدة الشرق الأوسط في رمضان عام 2000 تحت عنوان نصف قرن تحت مجهر السياسة. البداية كانت حينما اقترح علي الأستاذ والأخ العزيز عثمان العمير رئيس تحرير الشرق الأوسط الأسبق أن أطرق باب ذكريات السي بوطالب لمعرفته العميقة بأهمية الرجل وتقل عياره ونظرة معنيه في المشهد السياسي المغربي. وقت ذاك كان العمير قد غادر مكتبه في الطابق الثاني بدار الصحافة العربية في هاي هوربورن بلندن. وأذكر هنا كيف هتفت الأستاذ بوطالب ذات صباح منذني غائب ومكتب مقترحا عليه إنجاز مذكراته السياسية، وفوجئت بموافقته السريعة وحماسته الكبيرة لذلك. وقتها لم أصدق نفسي، واعتبرت تشريفه لي لموافقته على إبحار في ذاكرته الغنية من مصادفات الحياة الجميلة التي يتمناها أي صحفي يشق طريقه بخطى هادئة في ربوع الكلمة والمعلومة. كان علي قبل الانتقال إلى الدار البيضاء أن أقرأ وأبحث في تاريخ المغرب الحديث والمحطات السياسية الأساسية التي كان فيها السي بوطالب لاعبا محوريا أو مجرد شاهد عليها سواء عن قرب أو بعد. استغرق إعدادي لذلك مدة 6 أشهر قبل أن أسأله السؤال الأول في مكتبه بمنزله الكائن بمنطقة عين الذئاب، فتكون أجوبته ولادة لأسئلة لا تنظر، سؤال يلد آخر، وهكذا دواليك في أجواء تغمرها الصراحة والمكاشفة وتزداد بنزاهة فكرية وأدبية نادرة روى خلالها ما عايشه من أحداث جسام. وللأمانة لم ينزعج الرجل قط من أي سؤال مشاغب ولم يرفض الإجابة عنه. كان رحمه الله بحسه الموسوعي المتعدد يعرف ماذا يريد الصحفي. لم تكن لغته توأما للخشب، ومضت المعلومات تتناسل وتتدفق من فمه مثل جلود صخر حطه السيل من عنده. وذاك العمر ليس غريبا عليه، فهو غرس في مسرح صاحبة الجلالة الصحافة قبل أن ينخر مركبه عباب بحر السلطة والقصر، وذلك من خلال اشتغاله في صحافة حزب الشورى والاستقلال وتميزه بعمده هذه سبيل. إذ لم يكن خافيا عليه رحمه الله دور الصحافة في المساهمة في كتابة تاريخ المغرب المعاصر، وهو ما جعل الحوار معه ممتدا ومسترسلا وممتعا لا يكل منه المرء ولا تتعب منه الأشرطة التي تشجب ما تجود به ذاكرته الخصبة مثل سهل سايس والموشومة مثل الكتابات المنقوشة على أبواب فاس قديما. خلال التسجيل ذكرت أسماء كثيرة وشهوده كانوا دائما أحياء ديدنه في ذلك المساهمة في الكشف عن صفحات مجهولة من التاريخ الحديث لوطننا العزيز. أصابتني بفعل ذلك تخمة صحفية وانتبني إحساس بأني مجاهد للأستاذ بوطالب وأنني عشت عن قرب غنى حياته بصعودها وهبوطها بنجاحاتها وهناتها ومواجعها في تلك الأثناء. بدني أن الحسن الثاني هذا الملك العظيم الذي كان وما زال في خواطر المغاربة وقلوبهم حاضرا معنا، فبوطالب رافقه وعايشه في أشد مراحل المغرب حساسية وحرجا مثلما بدا للتاريخ حاضرا أيضا. انتهينا من إعداد المذكرات
ونشرت في الجريدة الخضراء، وصدرت بعد ذلك في كتابين للغتين العربية والفرنسية. وبدا السيبوطال رحمه الله وكأن الروح عادت إليه من جديد، خاصة بعد مغادرة الديوان الملكي. توطدت العلاقة بيني وبينهم أكثر، وقال لي مرارا: لابد من إنجاز كتاب آخر حول رؤيته للكثير من القضايا المغربية والعربية والدولية. كنت حريصا على زيارته بين الفينة والأخرى للاستفادة من قراءته للأحداث التي يعرفها المغرب والعالم. في آخر مرة زرته فيها وكانت برفقة أخي وصديقي العزيز السي محمد براد مدير عام شركة صقريص للتوزيع والصحافة، استمتعنا بالحديث إليه وسماع ما يقول. وبدا به مكافأة متوحشا لولا أن وقت الزمان بدأت تظهر على جسده واهي الضامر. وبقيت حريصا على الاتصال به هاتفيا، وما زلت أذكر آخر مكالمة معه، وكان الألم تتمكن منه، وقال لي إن أعزاءه مخفف آلامه هو العناية الموصولة التي خصه بها جلالة الملك محمد السادس وسلالة جلالته الملك معه. قبل ثلاث سنوات تشرفت بالمساهمة في إعداد ندوة تكريمية نظمتها مؤسسة المنتدى الأصيلة، ومن بين ما قاله صاحب وزير الأعمال ردا على كلام مكرميه وهو جعل الدمع يتوقف فيما آخي جميع الحاضرين، يقول الله الكريم: لم يسبقني أن وجهت نفسي لمرآة معرفة نفسي، فقد منحتموني دفعة دافقة تشجعني على الاستمرار، خصوصا أنه لم يعد منصب أجامل من أجلي أو أجامل من أجلي. وزاد قائلا: أنا أعفيك من تكريمي بعد مماتي، فأحسن تكريم لأي شخص يجب أن يكون في حياته وليس في مماته. رحم الله سيدي عبد الهادي أبو طالب، فقد ترك رحيله في قلبي غصة عدم تمكني من زيارته منذ أن غادرت مربط خيلك بالواقع، وكنت أنوي القيام بذلك نهاية الشهر الماضي. كان دائما السؤال عني كلما التقى صديقا مشتركا طالبا منه ترويجي أن أزوره، لكن المنية كانت عجبة وحالت هنا لقاء آخر وأخير معه. لقد رحل الرجل إلى دار البقاء، وسيظل رحمه الله خالدا بيننا ولدى الأجيال المقبلة، لأن التاريخ لا ينسى الرجال من أمثاله، فعزاؤنا واحد في فقده ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان. شكرا على حسن إصغائكم. لقد بعث الأستاذ عثمان العمال كلمة بهذا الحفل، وقد تم تصويرها ووضعها رغم إشارة المشاركين مع بقية أوراق العمل، وبهذا تكون قد انتهت الشهادات العلمية في حق المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الهادي أبو طالب. وتبدأ الآن كلمات الشكر باسم العائلة، وأولها كلمة الأستاذ محمد مسعود الفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الأول ماشي نخبر الناس اللي هما تيتواجدوا معنا على أنني ماشي نمشي نطول باش ما تجيش من بعد ما نجي نكملو تكون القاعة كلها خلاص. أنا كنضمنكم على أنه صاحب الأعالي الأخ سيدي عبد العزيز التويجري مدير منظمة سيسكو الفاضلة المحترمة لالة ثريا، والأستاذ الكبير الجليل سي بجيل بوطالب، وكذلك سيدي سعيد سعد والأخت لالة أمينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى أن ثلاث: صدقة جارية، أو علم يبده في صدور الناس، أو ولد صالح يدعو له. ففقيدنا الأستاذ سيدي عبد الهادي أبو طالب ولله الحمد في حياته كلها لم يكن يشارك أي أحد في عمله، فكان دائما عمله واحد فريد، ولكنه في هذا
القول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهنيئا للسي مجيد واللاتوريا والسي سعد والامنه على انه الله سبحانه وتعالى حبذا على انه هذا حديث يطبق على سيد هذه النقاط. شكرا على منحي فرصه التدخل في هذه الذكرى التأبينيه لفقيدنا جميعا الدكتور سيدي عبد الهادي ابو طالب. ولن ياخذ تدخلي شكل خطاب رسمي لانني لا اود الحديث عن الفقيد باعتباره موسوعه ثقافيه مفكرا او سياسيا محنكا، فالحديث في هذا المجال له اصحابه. فكلمتي ستنقصر على الاداء بشكل تلقائي ببعض الجوانب او المعلومات التي لها اهميتها في حياه الفقيد الذي تربطني به علاقات مصاهره، وهذه المصاهره يرجع فضلها بعد الله سبحانه وتعالى الى الصداقه والاخويه التي كانت تربط سيدي عبد الهادي ابو طالب باخي سيدي احمد رحم الله الجميع. فبعد تمت المصاهره وذهبت عند والدي واخبرته بالخبر، فقال لي: يا ولدي ابشر، فان السهره مع عائله ابو طالب وابن سوده لها 265 سنه. فانت يعني كنا ضمن هذه 265 سنه، اما هما كيخدمن عندنا اما كاحنا تنخدمن عندهم دائما غير يعني. الحمد لله، ولكن واقع ما حديث انا مازال يعني دابا تخصموا ما يعاودوا ياخذوه. سيدي عبد الهادي ابو طالب صورك الله كل شيء ذكر على المسائل الثقافيه والعلميه والسياسيه، ولكن هذه النقطه اللي ماشي نهضر عليهم قليل اللي بيعرفوا. اولا سيدي عبد الهادي ابو طالب قبل ما يخلق جده سيدي الحسن ابو طالب اللي كان احد العلماء والعارفين والفقهاء، لما حنت ظل الطالب قال لها: انا كنبشرك بانه ان شاء الله ما تولد واحد الولد وسمي عبد الهادي وسيكون له شأن عظيم. فهذه عون البشاره ما يجب شركه عند الناس اليوم تقول تكوني لها بنت، ما كيعرف احد انا كنذكر بها تذكرني بها ولا تجيب. ففعلا من بعد ما ولدت وسماه سيدي عبد الهادي ابو طالب، وكان له الحمد لله ما سنتكلم عليه. ففي سن العاشرة من عمره احفظ السلكة، وكيف سيقولوا عندنا احنا يا الفقهاء فاس، طلع وهبط في السلكة وهو عمره لا يتجاوز 10 سنوات. بعد ذلك دخل الى المدرسة في الشرارية بالمخبية في درب الدروج اللي هو قالوا معنا هنايا في الناس ديال فاس. درب الدروج والمخفية كانت معروفة بالزاوية الشرادية أو بالزاوية الخضراء، وتلمذ على الأستاذ سيدي محمد بن طالب الأخ ديالو الأكبر، وسيدي الحوتي بن بشير، وسيدي محمد بن صقيع بن عبد الله. وبعد ذلك مشى للقراويين، وفي القراويين في السن 21 سنة كان أخونا ومجاهدنا وأستاذنا وزعيمنا أدرك الشهادة العلمية، وكان من المسائل، لأنه المسائل ديالو كلها كيف كنقول لكم بوحدو ضمنها له ذات الشهادة جلالة الغفور له محمد الخامس رحمه الله. وبعد ذلك بدا كيقرب هو نفسه في القراويين، وكانت القراويين معروف على أنه كل عالم عنده واحد السرية ديالو فين تيقول له يقرا، ولكن الدكتور سيدي عبد الهادي ابو طالب من جملة الناس اللي كانوا كيكونوا عنده كثار ما كانش كيتسع السارية. فكان الهدف المدير ديال القراويين عطاه باش يجلس في الشحن، لأنه الشحن ما كانوا كيعطيوه إلا العلماء، وهذا عالم اللي عاد تخرج في نفس السنة وهو كيجلس في الشحن. فهذه واحد الحاجة اللي ما كان شي واحد تيشارك فيها، لأنه كما قلت سابقا وأكرر على أنه سيدي عبد الهادي ابو طالب جميع الأشياء اللي هي بشفاء شافها فهو بوحده، ما
كاينش الكونكيرونس ما كاينش ما يمكنش يجي واحد يعمل كونكيرونس بوحدو، يعني احب من احب او كريه من كريه. فالامضاء ديال سيدي الصباح الخميس شحال كنت عليه، من ثم مشى رجعت في قريت المعهد المولوي، ولكنه رغم مشى للمعهد المولوي ما مشاش ونسى السياسه ديالو والواجبات ديالو. هو لما خرجت الجريده ديال الراي العام صرفوني الاخوان وقالوا على انه كان سيكسب بهذه سبيل، وهذه سبيل اللي هو كان سيكتبها في الراي العام 47 بقات الى ان القى الله، ما تبدلش، ما كانش تبدل، با تشونج. الطريق هي الطريق الى الابد في كل شيء، سواء كان سياسيا او علميا او ثقافيا او كل شيء، فهو بقى على المنهج ديالو اللي كان عليه ما تبدلش. من بعد ذلك ومشى للمعهد المولوي وبقى مع هذا تيكتب في جريدة الرأي العام، ومن طبيعة الحال المسيرة تكلموا عليها الأخوان 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 الأخوان. أنا ما عادش نقول عليكم لأنني وعدتكم ما عادش نقول، ولكنه كيف كان سيدي عبد الهادي أبو طالب يعني تيتمشى المسائل ديالو بوحدو، أنا اجتهدت وجدت واحد الصلع النبي اللي يمكن القليل اللي كيعرفوها او يمكن ما كيعرفها احد، ولكنه عزلتها باش تكون هي اصوليها. جيت بالصلاه على رسول الله واختم الكلمه ديالي بالصلاه على رسول الله، واللي ما كيعرفهاش ماشي يعرفها وماشي تبقى له يعني ذخرى. هذه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في تأبين الفقيه والاخ والمجاهد سيدي عبد الهادي أبو طالب، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا كله عارف، ولكني باش نرجعوا لشي عارف وشي ما عارف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه عبد اجتمعت فيه الاحوال والمقامات ولا تظهر منه عليه المقامات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه عبد تالفه النفوس فيرجع بها الى حضره الملك القدوس. رحم الله فقيدنا واستاذنا سيدي عبد الهادي ابو طالب واسكنه فسيح جناته وجعل مأواه جنات الفردوس مع الذين انعم عليهم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وعندي اليقين هذه الساعه هذه في الجنه، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي شهدوا لواحد الناس فهو في الجنه، وانا متاكد على انه سيدي عبد الهادي ابو طالب شهد له العالم الاسلامي والافريقي والمغربي كله. السلام عليكم. الأستاذ محمد بن سودة، وكلمة الآن للسيدة الفاضلة أمينة أبو طالب كريمة فقيهة مطرح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، مما لا شك فيه أن الصحفيين والمسؤولين عبروا جزاهم الله عن المكانة التي يتمتع بها والدي فيض الله تراه منذ شبابه إلى شيخوخته، لا سيما عن جانبه الثقافي والسياسي ودرايته في شؤون الدولة وتفانيه في خدمة الوطن. ولا يسعني وباسم عائلتي إلا أن أتطرق إلى الجانب العاطفي. ماذا عساني أقول عن أبي؟ رغم مشاغله المتعددة كان رحمه الله يخصص لكل منا وقته ويحيطه بعطفه وحنانه وكرمه، ومهما كان هذا الوقت قصيرا في بعض الأحيان كان مليئا بالعبار. كان رحمة الله عليه مثالا في الاستقامة وضبط الوقت، همه الأول ملء الزمان بالمفيد. ترعرعت مع أخي مجيد
وأخي سعد في هذا الجو. مهد رحمة الله عليه أمامنا الطريق كي نقوم بدور المناضلين والمتجلى في الاستقامة والاحترام وحب الآخر. إن فقدان أب رحيم وشخصية كهذه خلف فرارا كبيرا في محيطنا العائلي، ولكن الحمد لله شاطرنا في هذا المصاب عدد من الناس، أقارب وأصدقاء، وعلى رأسهم صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، الذي لما جرحان في رسالته للتعزية بعبارته الرقيقة والمواسية في حق الفقير. ومرة ثانية باسم والدتي وإخواني وجميع أفراد عائلتي أتقدم لجلالته بجزيل الشكر أدم الله عزه ونصره. وفي الختام أطلب من الحضور الكريم أن يرفع أكف الدراعة إلى الباري تعالى بأن يشفي والدتي المرأة المثالية التي رافقت والدي، تغمد الله برحمته في جميع مواقفه بحكمة ونكرة الذات، صدق الله تعالى في كتابه العزيز. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، والسلام عليكم ورحمة الله. العائلية بكلمة الأستاذ الفاضل مجيد أبو طالب نجل الفقيد رحمه الله حياته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أصحاب معالي وسعادة، معالي الأخ العزيز الدكتور عبد العزيز عثمان التوجري، يقول الحق سبحانه في محكم كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يوزن يوم القيامه ميدان العلماء ودم الشهداء، فيرجع ميدان العلماء على دم الشهداء. يحتضن هذا الصرح العلمي الإسلامي الشامخ الاحتفاء بالذكرى الأربعين لوفاة والدنا المرحوم عبد الهادي أبو طالب طيب الله مثواه، ونجتمع لتأبين أحد رموز الفكر الإسلامي وقطب من أقطاب العلم والثقافة، ورائد من رواد الحركة الوطنية، وخديم لقدام البلاد وعرشها، وكأن كل لبنة من لبنات هذه المؤسسة العتيدة إيزيسكو تشاطرنا تأثير رجل كان يوما من القائمين على أمرها والساهرين على دوام إشعاعها، وكان الخلف والله الحمد الدكتور عبد العزيز بن عثمان تجري خير خلف لخير سلف. أيها السادة والسيدات، إذا كانت شريعتنا الغراء وتعاليمها السمحاء توصي بعبادة الله وبالوالدين إحسانا، فمن باب البر والاعتراف لهما بالجميل أن يكون تكريم الوالدين حال الحياة وبعد الممات تقديرا لدورهما وتعظيمهما لرسالتهما ورفعة لشأنهما. أرجو في هذا الموقف أن تسعفني الكلمات وأن تطاوعني العبارات لأعبر عما يشيج في صدري ويختلج في صدري كل فرد من أفراد أسرتي. ومهما عددت وذكرت من مناقب المرحوم ومآثره، فلن وفي حقه وما بذله في سبيل تربية أولاده تربية صالحة في جو عائلي متماسك
تسود المحبة والوئام والتقدير والاحترام، وفي جو مشبع للأخلاق السامية والخصال العالية، وسعى الراحل العزيز سعيا حثيثا لينال كل واحد من أبنائه الحظ الوافر من التعليم الرصين والتحلي بحسن الأداء، إيمانا منه أن العلم وحده لن ينفع ما لم يتوج ربه بالأخلاق، وليكون أجنجانه مواطنين أبرار تحمد مرافقاتهم وتطيب معاشراتهم. ورغم المسؤوليات الجسام التي تقلدها والأمانة الثقيلة التي تحملها، لم يتراخى يوما عن الاهتمام بعائلته وتدبير أمور أسرته بكل حنان وعطف، مرددا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وها نحن اليوم ندين لك بعد الله سبحانه بالفضل ولما أسديته لفلذات كبدك ولجميع أفراد عائلتك ولأصدقائك في صمت ونكران الذات، فجزاك الله خير الجزاء وكتب لك حسن العاقبة. وأنت بجوار ربك ويكون من الامتثال لمنهج الله سبحانه، وهو يوصي بالوالدين حسنا ان يعبر للوالده التي هي شفاها الله ومتعنها بكامل رضاها، ان اعبر لها في هذا المحفل اصاله عن نفسي ونيابه عن اشقائي أن أعبر لها عن امتناننا وتقديرنا لدور الأمومة الذي اطلعت به، فقد كانت لحق المربية والمدرسة الأولى كما قاصرت الرجل مسيرته الحافلة وهيأت له كل الظروف والمناسبات ليلائم بين رسالته العلمية وواجباته نحو بلده وخدمة من كان محط ثقتهم ودفين أسرارهم والراعي الأمين لأماناتهم. وفي معرض هذا التأبين، هل أتناول الوالد كعالم من العلماء القرويين أو مفكر من أعلام المفكرين أو مناضلا مخلصا من المناضلين أو محاضرا من المحاضرين أو سياسيا محنكا من رجال الدولة السياسيين أو أكاديميا من أبرز الأكاديميين؟ إن ما قدمه المتدخلون والمتدخلات في هذا التأبين وما عبروا عنه يغني عن تتبع محطات الراحل، والتاريخ سيكون شاهدا على أن ما خلفه من تراث علمي سيبقى إن شاء الله ذخيرة وزادا للأجيال المقبلة تنهال من معينه وترتوي من منابعه. وإذا قيل إن موت العالم تلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار، فإن تلك التلمة تسد بما يتركه العلماء من ثروة فكرية تكون نبراسا يهتدى به. أود في من هذه المنصة أن نرفع الشكر والامتنان لمولانا الأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الملكية السامية التي أحاط بها الفقيد وهو طريح الفراش، إذ كان حفظه الله يتتبع كالأب الحنون تطورات الحالة الصحية للراحل، ولما شاء الحق سبحانه أن يختار الوالد بجواره كان الجلال الشريف رعاه الله سباقا إلى تقديم التعازي لأسرة الفقيد وأبى إلى أن يعبر عن مشاعره النبيلة وأسفه العميق للمصاب الجلل برسالة ملكية ثانية كانت عزاءنا وبلسما لآلامنا. أغتنم هذه الفرصة لأدعو العاهل الكريم بطول العمر موفر الصحة والعافية والعز والمكين والنصر المبين، وأتوجه
إلى الأخ العزيز السيد مدير العام منظمة إيزيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التجري، وأشكره على المبادرة الطيبة والتي تدل على ما كانت تكله هذه المؤسسة العتيدة للراحل من تقدير، وكانت سباقة للاحتضان إحياء هذه الذكرى وتنظيمها تنظيما مشرفا يليق بمقام المؤذن ومكانته وما أساده من خدمات العلوم والثقافة. كما أشكر السادة والسيدات الذين تعاقبوا على المنصة وأعربوا في تدخلاتهم على مشاعرهم الطيبة وعلى شهاداتهم المشرفة لرجل كان يعد من أبرز رجال هذه الدولة. وأشكر الجميع من حضر وخصوصا من تجسموا مشقة السفر، وأنوه لرجال الصحافة والإعلام الذين حضروا بكثافة لتغطية حفل التأبين. وختاما أتوجه لعالي القدير أن يحفظ سيدنا المنصور بالله وأن يقر عينه بسمو ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن يشد عضده بشقيقه السعيد مولاي رشيد، وأن يكلأ برعايته جميع أفراد الأسرة الملكية المجيدة، وأن يمطر شأبيب الرحمة والغفران على الملكين الراحلين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني نور الله ضريحهما، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نهاية هذا البرنامج وقبل الدعوة إلى حفل استقبال في البهو، يتفضل معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام لإيزيسكو في ختم هذا البرنامج. يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر السادة والسيدات الأفاضل الذين تكرموا بتقديم شهاداتهم في حق فقيدنا الكبير معالي الأستاذ الدكتور عبد الهادي المطالب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنات. وأشكر أسرته الكريمة مجددا لها العزاء في هذا المصاب الجلد، وداعي المولى تبارك وتعالى أن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يشمله بعفوه ورضوانه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وأشكر أصحاب المعالي والسعادة الذين تفضلوا بالحضور لمشاركتنا في هذه المناسبة التاريخية التي نتذكر فيها هذا العلم المتميز وهذه الشخصية الفذة. وحيث إن أستاذنا كان مهوما بعلاقات العالم الإسلامي بشعوب العالم وثقافاته، وكان تفكيره تفكيرا إنسانيا منفتحا، وروحه روحا سمحة متسامحة، فإنني أعلم إنشاء برنامج في هذه المنظمة يحمل اسمه الكريم، وهو برنامج الدكتور عبد الهادي أبو طالب للحوار بين الثقافات والحضارات. لتنتقل أفكاره السمحة ورؤاه الإنسانية في آفاق الأرض تتعرف عليها الناس في كل مكان من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها المنظمة في هذا المجال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه ولأمته من جليل الأعمال، وأن ينزل شافي الرحمة على قبره، وأن يجعل روحه في علمهم، وأن يوفق أبناءه وذرياته من أحفاده وأصفاده توفيقا يمكنهم من حمل رسالته ومواصلة مسيرته والوفاء له. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الأمور الثلاثة متوفرة لأستاذنا رحمه الله في علمه النافع، وفي خيره الذي تركه من بعده، وفي أسرته الكريمة وأبنائه الكرام الذين سيكونون أوفياء لهذه الروح الطاهرة.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير وأن يختم أعمالنا بما يرضيه. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.